السلام عليكم جميعا، صباح الخير او مساء الخير حسب كل واحد توقيته. طبعا وجهي مدهن، حاط له ماسكات. ابي ارحب فيكم بحلقه جديده من ذا بلاك روب. الساعه الحين 5:26 دقيقه. تدون ان انا سجلت الحلقه 5 مرات واقطع اقطع اقطع اقطع، يمكن من الساعه 54 دقيقة وأنا أسجل وأمسح. أصلا سجلت قلت خلاص راح أنزلها بعدين مسحتها. تاريخ اليوم 28/5/2019. ما زلنا أو دخلنا بالعشر الأواخر. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيد علينا إن شاء الله بالبركة والقبول، أهم شيء، والصحة والعافية علينا وعلى جميع المسلمين وكل المشاهدين وين ما كانوا حول العالم، اللهم آمين. الحلقة هذه إن شاء الله بتكون مكملة للحلقة السابقة، واللي هي كانت ما هي الأبراج التي تستخدم السحر عادة وعلاقاتها مع الشياطين والعياذ بالله، والأبراج التي تتأثر. تكلمت بموجز عن الأبراج الترابية والنارية، وهم بيكون لهم نصيب اليوم بالحوار مع وأنا أتكلم اليوم عن الأبراج المائية والهوائية بهالموضوع. بس طبعا لا تنسون الادب العام لو سمحتوا والالفاظ، والحمد لله انا ما عندي يعني ناس، نادرا 99.9 كلهم محترمين حالهم ولله الحمد حبايبي تو زين، و يكون شيء لا شوي وعشان ايش كنت بقول نسيت اي. ولا تنسون تشتركون بالقناه، اللي ما اشترك ارحب بالمشاهدين الجدد اللي مو شايفيني من قبل، وارحب بالحبايب اللي معاي من بدايه ذا بلاك روب، وايضا فعلوا الجرس اللي ما فعل، سووا لايك ديسلايك، تعلقوا على الموضوع، اللي عنده قصه لا يتردد، خلونا نبحث اكثر عن هالموضوع. وايضا قبل لا ابلش الحلقه ابي اشكر هزار، هزار او هزار او هزار يونس، ما ادري اذا انت ولد او بنت، بس هي معلقه وانا قاعد اسجل الحلقه يعني اشعار انه والله فيها التعليق، فلفت انتباهي لانه معلقه على كذا فيديو، منهم الفيديو اللي هو خاص بمطعم تيسنت، اذا ما قلت اسمه غلط لان انا ما احفظ اسماء يعني سامحوني، طالع لكم هنا على اليمين. وفي ايضا التعاون بين اتش اند ام و ياتيس، اتمنى اني قلت الصح. طبعا اعتذر انا من اللي يشتغلون عند هالشركات والبي ار واللي عزموني، انا ما احفظ اسماء بس طالعين هني موجودين، اسماهم موجوده مكتوب كاتب عنهم بالبلوج. واشكر طيران القطريه ايضا، كنت بغبقه. طبعا اللي متابعني بالبلوج بموقعي الخاص او بالسوشيال ميديا الانستغرام ويمكن بالكوميونتي شاف البوست. اوكي، بس حبيت اشكر هزار على الموضوع. وعلى فكره بقول لكم شغله، الموضوع هذا مرتبط بإخواننا بالعراق والمغرب، واللي أوجه لهم تحية وحضن كبير، لأن هم من أكثر الدول، طبعا مصر حدث ولا حرج، الدول الثانية ما أدري عنها، بس أنا أتكلم عن الدول الكبيرة واللي لها تاريخ في هالموضوع. يعني أنا أدري إن عندي وايد متابعين، السعودية بعد ما يخلو من هالموضوع، اليمن ما ادري اذا عندي متابعين من اليمن او لا، اوجه لهم تحيه واسال الله ان يفك ازماتنا كلنا، اخواننا في كل مكان، اللهم امين. فبدون يعني عندكم قصص رهيبه انتم زين. اتذكر الشاب خالد، اعتقد جزائري هو او شيء، تكلم عن هالموضوع انه كان يغني او شيء وهو برج الحوت، بما ان احنا راح نتكلم عن الابراج المائيه والابراج الهوائية. اوكي خلوني ادش على الموضوع على طول. انزين، ملخص الحلقة اللي طافت ان الابراج الترابية اكثر الناس ممكن يتعاملون بالسحر، سواء انه يبحثون فيه او انه يتقبلونه او انه يعملون فيه. الابراج النارية هم اكثر الناس يسوونه كثر ما انه يستخدمونه لمصالحهم الشخصية. في وايد تعليقات اتفق معاها 100%، وراح ادش معانا بالحوار. ابراج المائيه، خلوني ابلش من الحوت. الحوت من اكثر الابراج تلقي للغيبيات،
للجن، الله أعلم، ملائكة، وحي، والعياذ بالله الشيطان الرجيم، كل هذه العوامل برج الحوت خفيفة عنده جدا. ماني عارف ليش عندهم هالقدرة أو الحاسة السادسة للغوص لكن ما يعملون فيه. يعني ممكن، أنا متأكد لو في من أبراج الحوت اللي يعملون فيه هذول كارثة بصراحة، لكن عادة يوظفونه بالفن. وراح أرجع لها النقطة، برج السرطان هذا تمهيد، ها، برج السرطان هو يعتبر الطفل المدلل المجنون بين الأبراج المائية، هو اللي بالنص لا يتعامل فيه ولكن يتأثر فيه كثيرا، يظل عنده دائما الوسوسة، يظل عنده تلقي هالأشياء، يشعر فيها، يحس فجأة ممكن الباب سكر فجأة، شيء طفى، شيء، يشعرون كثيرا برج السرطان بهالأشياء. عشان كذي تلاقون عندهم تخبط ديني وحب للحياة، بس في عندهم توازن، هم بين الماي، بين الحوت والعقرب، فهو أنا أسميه المدلل، مع أن عادة الأولاد اللي بالنص ما يكونوا مدللين، بس هو يعتبر مدلل لأنه هو لا يتعامل فيه ولا اللي هو ما قاعد يصاب فيه، بالذات إذا هو طالع جوزاء، عندهم هالذبذبات، عندهم شيء، عندهم شيء وهم مو عارفينه أو يشعرون فيه، يؤمنون بالأرقام، يؤمنون بالأشياء هذه، عندهم حس عالي جدا، لكن للأمانة للي ما يسعى عدل ما يطورونه، لأن برج ملول، بارد جدا السرطان مقارنة بالأبراج الثانية المائية. العقرب، أنتم ترى ظالمين نفسكم كثيرا جدا. العقرب ما يتعامل بالسحر، العقرب بطبعه يعني يحب العلم، عنده فكر عالي جدا، لكن أنا بصراحة ما أعتقد أن العقرب يمارس السحر أو الشعوذة أو وإن يعني وإن أهما صور لهم هالشيء، أنا أعتقد أن أهما يبحثون يتعلمون، لأن أنا يعني لو بقول أنا البرج المائي لو كان ترابي شنو بيكون؟ بيكون جدي، ولو الجدي كان برج مائي شنو بيكون؟ بيكون عقرب، لأن هذول عملة واحدة لبعض. فالعقرب عنده فضول لأنه عميق جدا، يشعر بالأشياء، العلم لاعب عندهم أكثر من السحر، وهما أشياء مختلفة. يعني السحر وهم مثل ما قلنا، شنو ارتباطهم والعياذ بالله الشيطان؟ نعم، يتم تلبسهم. العقرب ممكن انه يعني من السهل انه يتم تلبس برج العقرب. ما ادري ليش بس عندي كثر من اصدقائي من برج العقرب اشعر فيهم احيانا انهم مو على طبيعتهم فعلا. هل هم مسحورين؟ هل هم فيهم شيء؟ الله اعلم. طبعا الحوت حدث ولا حرج الحوت، بس الحوت يكون واعي، الحوت يحصن نفسه اكثر من العقرب. العقرب بعضهم ما عنده التوجه، مو الكل طبعا، بس البعض منهم. الأبراج المائية بشكل عام تمتص، والهوائية تمتص هالأشياء بسهولة، يتأثرون بشكل رهيب. أبي أذكر نقطة عن الأبراج المائية، ليش الحوت والعقرب يعتبرون أكثر تعاطيا مع هالأشياء؟ لأن قبلهم هواء وبعدهم نار. الحوت قبل الدلو وبعد الحمل، والعقرب قبل ميزان وبعد ناري. هل هذا الشيء يؤثر؟ أنا أرى أنه يؤثر 100%. السرطان لا، مع أن السرطان، والله السرطان بعد قبل، تصدقون توني قاعد ألاحظ السرطان، بس شوف سبحان الله خفت، شوف شلون قاعد يدش المواضيع ببعض، لأن خفت الجوزاء اللي راح أتكلم الحين هو شلون يتعامل مع هالشيء، وجنون الأسد مخلينا unstable، يعني غير واعي لما يقوم فيه أو كيف يتعامل مع الموضوع. الحين أقول لكم ليش. في تعليق قال إن برج الأبراج النارية بالذات القوس والأسد يتعاملون بهالأشياء للدعم المهني 100%. القوس ممكن بشكل غير مباشر يروح الكهنة يسوي أشياء، يبحث. الأسد كذلك ممكن يوصل هالمرحلة، لأن الأسد في أنواع منهم عندهم طاقات عالية جدا جدا جدا، لدرجة أنهم
قلة منهم يستطيعون أن يستخدموا أو يوظفوا هذه الطاقات سواء إيجابية أو سلبية، بغض النظر عن شنو هم توجههم، هل هو خير أو شر. برج القوس مثل ما التعليق 100%، أيضا بالأبراج الترابية خلونا نقول ملخص، لأن يعني تعليق أيضا إحدى الأخوات أن أمها مثل ما أنا وصفت بالجزء الأول اللي قبل هذا، أن فعلا الترابيين بالذات العذراء يشعرون في هالشيء. العذراء يشعرون في شكل إذا توظف ممكن يصبحون أهما هيلرز أو أن معالجين في هالموضوع، لأن عندهم قدرة امتصاص عالية، بعكس الجدي، عفوا بعكس الجدي اللي هو أكثر تعمقا وثقل رهيب جدا. ما زلت أنا أحب هالبرج وأحبه، بس ما زال صعب تفكيك مكونات برج الجدي. واضحة عندي الصورة، بس ما زلت أشعر في صعوبة بسبب مو الغموض اللي هم حاطين ماسك، هو هالبرج تكوينة خلقته سبحان الله غريبة جدا، ويختلفون تماما، اللي مولود بديسمبر واللي مولود بنص واحد واللي آخر واحد. نرجع الحين للأبراج المائية، خلوني أربطهم شلون بالهوائية. ليش هم أكثر تعرضا؟ أول شيء الأبراج الهوائية الدلو ممكن يتعامل فيه، إذا حس أن هذا الحل الوحيد بالذات النساء راح يسوونه أكثر من الرجال. كذلك الميزان بصراحة ما عندي أي معارف شخصية أن المرأة تتعامل بالسحر، بس أعتقد لأن أعتقد الميزان عملي جدا في محيطه، في حتى الرجل وإن كان يؤمن بالسحر والطاقات وهذا، بس تلاقونه علمي أكثر من أنه روحاني. فاهمين؟ أوضح لكم نقطة، يعني مثلا إذا هو مؤمن بدين معين، الدين الإسلامي خلونا نقول، يؤمن بالقرآن، يؤمن بالجن هذا، بس عنده أن هذا الشيء مو موجود. تخيلوا، يعني عندهم قدرة الميزان أنه يكونون، أعتقد هذا يؤثر عليهم بقايا العذراء، لأن العذراء جامد جدا أحيانا، بس يؤثر عليه بشكل العذراء يؤمن بهالشيء ويحس فيه الميزان، لأنه هوائي جدا وعملي جدا، يشعر أنه في أشياء أهم من أنه يركز على هالموضوع. العقرب عاد بعكسه، إنزين، اللي لا، هو يحب يغوص، يفهم، يحاول يدش، وبرجع بعد على هالنقطة. الجوزائي شنو موضوعه هني؟ الجوزاء أكثر برج مسكين في هالموضوع، لأن الجوزاء لا يحل ولا يربط، الجوزاء يحاول أن يحصن نفسه فقط لا غير، يبحث عن هالموضوع علشان يحصن نفسه مو عشان يعمل فيه. وأجزم بهالموضوع، الجوزاء يخاف، مو جبان، يعني أنه هو الجوزاء عنده خوف فظيع من هالأشياء فيتجنبها، يحاول إذا بحث فيها أو عنده فضول علشان يحاول أنه يحمي نفسه ويكون عنده، لأنه هو فضولي. برج الجوزاء أكثر برج فضولي في الكون شفته بحياة الجوزاء، زين، ويحبون البحث والتحليل، والتحليل أكثر العذراء. بس فالجوزاء لا يحل ولا يربط، فمأثر على السرطان. هم صايرين الأبراج اللي بالنص صايرة هي اللي ماكلة الضرب. حتى بالأبراج الترابية الثور يتعامل بالسحر ودائما يبحث عن حل ويلجأ لهالأشياء، للأسف، يعني مو الكل، بس اللي ما رحم ربي، يعني بس البعض. نرجع شوية الحين للحوت. الحوت أول شيء أبي أنصح نصيحة مهمة لكل الأبراج، لكن بالذات الحوت والعذراء، أرجوكم ابتعدوا عن أي نوع من أنواع التخدير أو الكيميكلز أو المواد المخدرة أو السكر أو، لأن أنتوا تكوينكم والله أعلم شنو الصلة اللي الله حاطها بينكم وبين السماء، سهل جدا أن يتم تدميرها، لأن أكثر برجين حساسين هما الحوت والعذراء، وكذلك وحساسيتهم الزايدة بسبب تحليلهم المنطقي للأشياء، حدسهم يلعب فيه. أبي أوضح شغلة ثانية، شلون هذا يربطنا بالشيطان لما إحنا نكون، وشلون يربطها بالكيميكلز. الكيميكلز هذه أساساً هي خلقت كعلاج مخدر يساعد على عمل توازن عند الإنسان. الحوت والعذراء أحياناً غير محتاجين هالشيء، لأن هما تكوينهم، خلقتهم
موجود فيها الأشياء، فما له داعي جرعات زايدة منها. أنا ما قاعد أبيح لا سمح الله الأشياء، بس في بعض الأبراج تحتاجها لنوع من العلاج وليس الإدمان لا سمح الله. عشان كذي الأبراج المادية لما تأخذها تصير مهلوسة غبية حمقاء سبحان الله، بعكس الحمل اللي يفكر ويفكر يفكر بشكل خاطئ جدا، يعني يقول لك هذا المثلث اصبح مربع وفي شيء منطقي يعفس لك الدنيا. هذه الاشياء ابتعدوا عنها، هذه تدمر المخ. ودائما حطوا فلتر لما تشوفون اي شيء، حتى فيديوهاتي لما تشوفونها حطوا فلتر. في اشياء انا ما اقدر اتكلم فيها، اخاف من نفسي عليكم واخاف من نفسي على نفسي. احيانا في اشياء لا نستطيع نتكلم فيها بشكل عام. شو تاثرت زين؟ ف يعني بوصل لكم الفكره. فلما تاخذون هالاشياء شلون الشيطان يدخل؟ الشيطان ضعيف رجيم، مو ما عنده القوه اللي عند الانسان، لدرجه ان رب العالمين نزلنا بسبه الكبر اللي عند الشيطان واللي قاعد ينميه عندنا احنا. لما انا قلت احد الاخوات بالتعليق السابق قالت لي فهد انت من حقك على علمك ومعرفتك، لا لا مو من حق ان انا لا سمح الله أشوف نفسي، أنا قاعد أحاول أهذبها كثر ما أقدر. أنا مرآة الشخص، أكون جيد مع الجيد، أكون سيء مع السيء، أحياناً أكون سيء مع الجيد، أحياناً أكون حسب، أحاول أشعر أني أخلق توازن. اللي خوف بالموضوع أن أصحابي أحياناً يشبهوني بمسلسل لوسيفر اللي هو مبني عن قصة كفين شر الشيطان أو وابا فاستغفر الله. معنى هذه أشياء يعني فيها نوع من هذا، ما بيدخلكم متاهات. إنزين، فلما انت لما الناس تاخذ هالاشياء تفتح عوالم اوسع ومجال للشيطان انه يدخل. يعني انت لما تاخذ خمر او هذا، الشيطان ضعيف. احنا ليش الواحد يخاف من نفسه اولا؟ لانه هو يفتح الباب. لما يفتح الباب توجد الثغره، يدخل سواء جن صالح او عاطل، شيطان ابليس وشنو ما كان. عاد هني تبدا المعركه بين الانسان ونفسه وارتكاب الاخطاء. اللي يسوي المصايب بالدنيا مو الشيطان، مو دفاعا عن الشيطان، لكن الانسان. الشيطان مجرد موجه. نحن القدرات كلها عندنا احنا. الله اعطانا اكواد وعلم واشياء اقوى هي اللي ممكن تجعل هذه الاشياء تتحقق. فعشان كذا اقول ديروا بالكم من هالاشياء. الحوت والعذراء اكثر الناس ممكن ياخذون الاشياء هذه بشكل اعلى وقاتل. وهذا راح يقودنا للحلقه اللي ان شاء الله بعد العيد اللي راح اسجلها عن برج العذراء والقوس والدلو والثور وقصه جياني فيرزاتشي اللي صارت مسلسل واحداثها الغريبه، واللي هم اقول يعني راح احلل فيها برج العذراء بسبه هالشخصيه بشكل اعمق كثيرا، بالذات الرجل. وايضا في اشياء ان شاء الله في باذن الله السيزون هذا بيكون شويه ثقيل مع الوقت. اكتفي بهالحلقه، اتمنى الصوره وضحت، حاولت اختصر كثر ما اقدر. ان شاء الله في حلقات كثيره بتحاور معاكم بالتعليق. لا تنسون تشتركون بالقناه اللي ما اشترك، تعليقاتكم مهمه، شاركوا فيها مع الناس المعنيين بالذات، شاركوا الفيديو مع الاشخاص اللي تحسونهم محتاجين يسمعون هالكلام وعندهم قصه يشاركونها، او انه ممكن يخلوهم يحسون شنو في غلط بحياتهم. أذكار الصباح والمساء مهمة جدا. الدين حياة، لا تفصلون الدين عن الحياة. دخول البيت دعاء، دخول الحمام الدعاء. الدين حياة، لا تفصلونه مهما احنا تعمقنا بالذنوب. أنا مو صالح، يعني إن شاء الله إني أكون من الصالحين، بس أنا عندي ذنوب والله أعلم. الموسيقى، الرقص، شنو ما كان، كلنا عندنا ذنوب. ان شاء الله اتمنى اللي قاعد يشوفني يدعي لي بالخير، لان هذه الدعوه هذه هي اتمنى انها تكون شيء صدقه، اي دونت نو، شيء اذا يكون ينجيني من نفسي. واتمنى لكم لاي شخص حتى بالغيب، حتى لو ما حط تعليق، اتمنى لك المثل. سواء اتمنى انه يكون الدعاء ايجابي وليس سلبيا، لان فكروا فيها، ليش يعني نكون سلبيين او ندعي على اشخاص؟ فانا اقول اسال الله انه يهديني ويهدي الجميع ويعيني على نفسي وشرها. زين، واكتفي بهذا القدر من حلقه اليوم من الروب الاسود. اللي ما شاف الحلقه الاولى من هالجزء موجوده. زين، اتمنى لكم حياه سعيده، راحه البال،
ادعوا لي في المرحلة القادمة إن شاء الله من حياتي. أنا فعلا داش على مرحلة مختلفة تماما، سواء بالطاقة أو حتى بالأمور المهنية والعائلية. أسأل الله أن ييسر الأمور صراحة الخاتمة. وخلوني أختمها، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا جميعا. حلو أن يكون عندي هالطاقة برمضان. أنا عادة ما أطلع أتكلم بالأمور الدينية، وبس ليش لا، ليش لا تكون هالحلقة هذه موجودة مسجلة. الحلقات اللي طافت بصراحة مسحتهم لسبب أني شوية غصت شوية بالموضوع، وأعتقد أن لا أنا ولا أنتم جاهزين لهالغوص. أترككم في أمان الله وتصبحون على خير، وأتمنى لكم يوم سعيد، وشكرا على المتابعة. بوسة أخوية، يا الله.